أولا وقبل كل شيء، أريد شكر كل شخص ساعدني من قريب أو بعيد لتحقيق هذا الحلم. شكر خاص لأعز الناس عندي، والدي وإخوتي، أطال الله في عمرهم. وتحية لأعز أصدقائي سيف اللهبي، يونس صفيوي، بدر الدسية، كريم القراوي، وحسام النمرود. واللائحة طويلة، إذا شكرا لجميع أصدقائي بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك. وشكرا لك لأنك ضغطت على الشاشة لمشاهدة الفيديو، وسأكون ممتنا إذا انضممت لنا على القناة بالاشتراك، تفعيل الجرس، وترك تعليق للفيديو. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم صراحة في هذا الفيديو، نتمنى إذا كان التصوير شوية ناقص، كاليتي ناقصة الفيديو، تصوير في زوايا ماشي هما هذوك، قبلوا علينا حيت فريمون الصراحة الفيديو كان فريمون سبونطاني، كان داك الشيء حتى الآخر، حتى الآخر 90 عاد قلت أجي نصور الفيديو، دونك قبلوا علينا ما كنتش موجد داك الشيء مزيان. المهم خليكم تفرجوا في الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله في الآخر. 13/7/2020، دابا جوج لارب الليل، اليوم إن شاء الله مال 11:30 ديال الصباح، نفيق ونعاود الناس الناس وعاد تبوقت الناس ونعاود نفيق إن شاء الله باش نديرو السيكونس ديالنا ديال ستاج ديال بي إف إيه باش نسالي إن شاء الله وناخدو لو ديزاين ديالي وحتى طلعت تبوك ديال بصح. يلا ساليت بريزونطاسيون كيما قلت ديال لخر كاع، صافي واحد الميل لونكادرون، نصبو إن شاء الله الصباح يكون كلشي واجد. المهم خليكم تصبحوا على خير، تقاومت إن شاء الله. اوكي صافي دابا الصراحة وجدنا، درت وجدت صراحة شوية، راجع داكشي مزيان، جربت بيسي انت وما خديت بيسي من الدري، ديرو لو بوني في تاكا خديت الدري بيسي من الدري حتى بيسي ديال مخدام. وصافي دابا غنمشيو نبدلو حوايجنا، بقات لينا قل من ساعة ديما كانو، دابا 10 11 خلت ان شاء الله 11:30 عندي. دونك صافي بقى لي نبدل الحوايج ان شاء الله، نجلس هنايا نوجدو صافي باش اللحظات الاخيره قبل سبونس ان شاء الله. الصراحه فيا شويه الخلعه وفي نفس الوقت فرحه، حيت هكا فهمتي تهنى زعما فهمتي صافي ترتاح الدو ان شاء الله ارتاح وكل شيء يدوز مزيان، او ميم طوم كاين شويه الخلعه ضروري ستريس باش انك ما تغلطش، باش انك مده تعدى باش يدوز داكشي كل ما بغيتي. انا كل شيء يدوز بخير ان شاء الله، كل شيء يدوز. اول برومو ندوز ندير بحالك، اول برومو ندوز الشوط، اول برومو ندوز الشوط الصندال تاريخي، ما عمرها ما كانت الشوط الصندال بقى مليون دفعة، مجانا اول واحد المهم راه عارف كاع اغلبية الناس اللي دوزو في هاد الوقيتة الكورونا هادشي اللي والله ما بقاو مرتاحين ياكم ما يشوفوها مزيان مزيان، كنا هاد العام حنا مختلفين، نرجعو على راسنا. المهم القهوة رفقت شي 10 دقايق ولا ربع ساعة، بدات الخلعة شي شوية شوية الخلعة خلعة ولكن ماشي مشكل. المهم بقات شي 10 دقايق نمشيو دابا ندخلو في الأجواء ديال البريزونطاسيون، نجلسو على البيسي والعباد نوجدو، نحطو الكاميرا نوجدو هادشي، يلا دعو ليا خلاص كنا باي. أين أنا رفيق يعرف الكلام مخلص الرقيق وين قلب الفان، alors bonjour cher jury, on va commencer par le processus de fabrication au sein de fabrication au sein du département de montage. Donc notre département est divisé de la manière suivante, la zone de stockage et la zone de production. Mademoiselle Khawla. Oui monsieur. Monsieur Balan. Oui monsieur. Donc après délibération, les membres du jury ont décidé et de nous accroître le diplôme d'ingénieur d'État. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.
نوني سلام. احنا لبسنا اللبسه هاتو قديمه شي شويه برومو 2017 انسا فيس ديديكاسنا ديال الانسا. المهم باش نحتفلوا براسنا خرجنا للحومه كاع نشوفوا الناس اللي زين واخا كان بان لهم بحال شي حمق صراحه اللي بقاو يشوفوا فيا ماشي مشكل. تلاقينا صاحبنا صاحبنا مول البس صراحه كون رحنا بقينا بلا هو هادشي اللي كاين حنا ولينا دي زانجلينا هنايا مره تابعيننا قال لك على الزرده واخا ما كان لا بيف في هاد العام لا والو خلي على الله وصل. المهم بما دخلنا دابا ارتاحينا شويه بدنا حوايجنا بغيت صراحه نجلس معاكم ونهضر معاكم شويه صراحه ما عمرنا ما هضرنا مزيان هكا بغيت صراحه نجلس نهضر معاكم شويه. المهم غير بحال شويه على 17 عام ديال القرايه ماشي ساهله كتقول 17 عام يعني راه فريمون بزاف الامتحانات دوزنا بزاف ديال الحوايج شحال مره تخلعنا هضرنا الاستاذ شحال من ادوات مشاو لينا شحال قسم قريت فيه شحال واحد تلاقيت معاه شحال واحد قريت معاه صراحه حاجه اللي زوينه كتحس بها زعما فريمون واحد الافتخار انك واحد 17 عام انت كتقرا واخيرا وصلتي لذاك الشيء اللي كنت باغي. كنت علاش نقول لكم صراحه كنصيحه من خوكم كبير دائما ديروا في قرايتكم صراحه سيرتو مثلا مازال في ابتدائي تقدر مازال تلعب في الكوليج مازال تقدر تلعب فيه مين توصل سيرتو من الابتدائي صراحه من التاسعه الليستي ديالك خاصك صراحه دير في قرايتك بدا تقرا على راسك حيت فريمون كيأثر هادشي على المستقبل ديالك. خاصك انت ديك الساعه تكون انت في الكوليج ولا في الليستي ما كيبانلكش بصح من هنا واحد 5 سنين من هنا 6 سنين كتكون ومن هنا واحد 10 سنين كتكون و جات توصل لذاك الوقيته عاد كتقول تبدا تندم على الحوايج يعني اللهم صراحه من دابا ديروا في قرايتكم صراحه ركزوا على قرايتكم خاصة مور الباك ان شاء الله دابا ما غادي يكونوا خرجوا وخيرا ولا ما تنزل يخرجوا على حسب فوقاش حط الفيديو ان شاء الله زيرو. قراو مزيان سورتو الناس مثلا مور الباك زيرو وقعد لكم عندكم واحد 3 سنين ولا 5 سنين تزير في قرايتك في حياتك باش انك اوموان دير داكشي اللي باغي اوموان تمشي لواحد الحاجه اللي زوينه اللي تقدر تعطيك واحد الاستقرار شي شويه واحد المادي ماشي بالضروره واحد الصالير يكون واحد بزاف مهضرش الصراحه على شحال تخلص ولا شحال ولا فين تخدم في الشركه ولا شحال ولكن المهم هو نتايا كتكون مرتاح فخور براسك نتايا المهم كتكون حققتي داكشي بعدا اللي كنت باغي صراحة المهم حاجة زوينة وفي نفس الوقت المهم صراحة شعور غريب كنا كرهناش أنني نصور لكم وسط المدرسة والأجواء ديال الباف وداكشي ولكن إن شاء الله كان عندكم سنوات العام الجاي إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله ضروري نعاود ندير لكم شي واحد في شي إيكو مكتبتش أنا السنوات اللي قبل ندير على لي سيتونس كنت هو صراحة ديالي هو اللي نديرو ماشي مشكل الخير بما اختار الله معرفنا الصراحة فين كاين الخير. المهم هادشي اللي كاين الفيديو ديال اليوم فيديو صراحة اللي صغير فريمون سبونطاني بغيت أنني نحاول نوريكم شوية من الحياة ديالي فريمون الجو كيفاش داز لي سيتونس نشارك معاكم قبل ما نرجعو تاني فيديوهات ديال التوجيه ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين تهلاو في راسكم شكرا بزاف كنبغيكم كاملين باي.